معكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا فيكم في الدرس 41 من هذا الكورس المميز 1000 كلمة إنجليزية في دقيقتين. كلمتنا لهذا اليوم كلمة appear. appear كلمة مهمة جدا وضرورية لكل شخص أن يتعلمها ليتمكن من فهمها وكتابتها واستخدامها. appear appear get ready write all the phrases see you need a notebook a pencil just 2 minutes repeat after me 5 times loudly. أما الآن اضغط على لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس القادمة حين نشرها. التكرار أم المهارات، لذا كرر الدرس عدة مرات وكرر العبارات بصوت مرتفع حتى تتقنها من أول مرة. appear appear تأتي بمعنى يظهر أو يبدو. أهم معانيها يظهر أو يبدو. appear appear اتضح أو رأى النور أو أصدر. appear appear يظهر أو يبدو. خلنا نأخذ عليها أمثلة. المثال الأول I don't want to appear ignorant. I don't want to appear ignorant. لا أريد أن أبدو جاهلا. I don't want to appear ignorant. مثال آخر her name اسمها didn't appear on the list. لم يظهر اسمها في القائمة. Her name didn't appear on the list. اسمها يعني ما موجود ولم يظهر في القائمة. Her name didn't appear on the list. Her name didn't appear on the list. كرر خلف العبارات بصوت عالي حتى تتقنها باللفظ الصحيح بشكل جيد. Her name didn't appear on the list. أما مرادفات كلمة appear show ظهر seem يبدو become clear اتضح see the light رأى النور see the light appear appear. أما الآن حاول أن تكتب جملة مستخدمة فيها كلمة appear appear. ارجع إلى الأمثلة وشاهدها وفكر في حاول أن تكتب مثلها أو تكتبها واحدة منها على ورقة أو تكتبها أسفل هذا الفيديو لتتمكن من تجربة استخدام كلمة appear appear. أما الآن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لك على المتابعة، استمروا بالمثابرة لتعلم اللغة الإنجليزية وإلى اللقاء.